السلام عليكم أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟ بخير؟ الحمد لله. هيا هيا لكي نرسم ونستمتع بوقتنا قليلا. هيا هيا تعالوا معي، سوف نرسم ونلون. نبدأ. أول شيء سنقوم بتثبيت الورقة لكي لا تزعجنا أثناء الرسم. قوموا بتثبيتها. إذن هذه هي أول خطوة. بعد ذلك سنختار الألوان التي سوف نعمل أو نرسم بها. إذن سوف نرسم منظر للبحر وقت الغروب. تابعوا معي الخطوات. هيا. إذن أول لون سنبدأ به هو اللون الأزرق. ما هذا اللون؟ أزرق. هيا بسم الله نضع خط الأفق. نأخذ مسطرة وقلم ملون أزرق وأرسم خطا على الورقة. ليس بالضرورة أن يكون في منتصف الورقة أو يقسم الورقة لقسمين متساويين، المهم أن يفصل السماء على البحر. أرسم دائرة باللون الأصفر بهذا الشكل. نعم، أقوم بتلوين السماء بدءا من تلك الدائرة. يجب أن لا نلون وسط الدائرة، ننتبه أثناء التلوين، يجب أن تبقى الدائرة باللون الأبيض على شكل قرص أبيض، هي تعبر عن السماء. نغير الآن اللون، نأخذ القلم الملون الأصفر الداكن ونلون بهذا الشكل. هكذا لون بهذا الشكل. نأخذ الآن القلم الملون البرتقالي ونكمل التلوين باللون البرتقالي. إذا الآن رسمنا شمس وقمنا بتلوين السماء باللون البرتقالي. نأخذ الآن منديل ورقي ونقوم بدمج اللون البرتقالي مع اللون الأصفر. قوموا بدمجهم بهذا الشكل هكذا. كذا دائما احرص على ان تبقى وسط ان يبقى وسط الدائرة باللون الابيض. انتبه اثناء التلوين او وانا اقوم بدمج الالوان، انتبه يجب ان تبقى الشمس باللون الابيض. نأخذ القلم الملون الأصفر ونتم أو نملأ بعض الفراغات. نملأ بعض الفراغات باللون الأصفر ونقوم بدمجها أيضا مع اللون البرتقالي كذا.
الآن ننتقل للبحر، تلوين البحر. الآن أخذ قلم ملون أزرق ونبدأ بتلوين البحر باللون الأزرق هكذا. نلون هكذا بهذا الشكل، نلون البحر هكذا، نلون. بعد ذلك نأخذ قلم ملون أصفر ونلون وسط البحر باللون الأصفر، يعكس لنا لون أو أشعة الشمس تنعكس على البحر هكذا. أقوم بدمج الأزرق مع الأصفر. أخذ الآن منديل ورقي وأقوم بدمج الأزرق مع الأصفر بهذا الشكل. أقوم بدمجهم بهذا الشكل. هكذا قم بدمج أصفر والأزرق بهذا الشكل. هكذا نعم، أحاول دمج أزرق مع الأصفر. أخذ قلم ملون أزرق وبعض الخطوط بالأزرق الداكن، أضع بعض الخطوط بالأزرق الداكن للحصول على منظر طبيعي للبحر. نعم، وأقوم بدمجه أيضا بهذا الشكل هكذا. أقوم بدمجه الآن أخذ مسطرة وقلم ملون أسود وأرسم خط الأفق بهذا الشكل. سنقوم بتعديله فيما بعد. الآن سوف نرسم الرمال باللون الأسود لأنه وقت الغروب تكون الرمال باللون الأسود أو منظر وقت الغروب يكون باللون الأسود. نرسم الآن نخلة. نلونها من الوسط لون الأسود، ثم نرسم جريد نخل بهذا الشكل.
نرسمه بعد طيور هنا لكي يكون المنظر بشكل طبيعي أكثر. نعيد تحديد خط الأفق مرة أخرى كي يظهر جيدا. انتبهوا أثناء استعمالكم للون الأسود لأنه تصبح اليد متسخة. انتبهوا. ولي هنا مثل جبل أو هنا أيضا على شكل جبل. نعيد دمج لون أصفر هنا. وبهذا نكون قد حصلنا على منظر للغروب. سوف نزيل الأوراق أو اللصاق التي ثبتنا قمنا بتثبيتها. وبهذا نكون قد أنهينا الرسم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا. إلى اللقاء أصدقائي الأطفال، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. إلى اللقاء. لا تنسوا أن تنجزوا واجباتكم المدرسية أولا، بعد ذلك نرسم ونلون ونلعب ونستمتع بوقتنا. إلى اللقاء.